أكد وزير الخارجية سامح شكري أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى عدة مبادئ، في مقدمتها السعي إلى السلام والتنمية والتعاون الدولي واحترام استقلال الشعوب والدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وخلال محاضرته أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج على هامش زيارته إلى بوخارست، لفت شكري إلى أن موقف مصر تجاه الأزمة السورية يسعى إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مع دعم حق الشعب السوري في التوصل إلى حل سياسي مرض يلبي طموحاته في حياة كريمة وآمنة، وهو ما تجلى في نجاح الوساطة المصرية إلى اتفاق بشأن مناطق لخفض التوتر. وحول القضية الفلسطينية شدد الوزير إلى أن القاهرة تواصل مساعيها لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، باعتبار هذا الصراع هو جوهر عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، نرحب بك سيادة السفير. أهلا أستاذ أمن أحمد، أهلا وسهلا. يعني بداية، جولة أوروبية تضيف نجاحا إلى النجاحات المتتالية للخارجية المصرية والتي تعمل على تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي. لو أردنا إحصاء المكاسب المصرية من جولة وزير الخارجية سامح شكري إلى ألمانيا وبيلاروسيا ورومانيا. طبعا بلا شك أنها جولة مهمة. أولا بالنسبة للمحطة الأولى وهي ألمانيا، مصر دائما لها علاقات متنوعة ومتعددة مع ألمانيا في كافة المجالات، وألمانيا بتساهم في أكبر مشروع للإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر بإقامة 3 محطات. أيضا السياحة الألمانية بتمثل عامل مستمر ومستقر دائما، ما بيتأثرش كثيرا بما يحدث من بعض الأحداث المتفرقة هنا أو هناك. ألمانيا أيضا في تجارة، تبادل تجاري، في تعاون في الثقافي، تعاون في مجال التعليم، التدريب المهني والتعليم المهني أيضا. فبالتالي هناك علاقات ثنائية مشتركة. أيضا ألمانيا بترى أن مصر هي رمانة الميزان بالنسبة لعملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، خاصة بالنسبة لليبيا وسوريا. بترى ان ده دولتين مصدر تهديد دائم بالنسبة للهجرة غير الشرعية واللاجئين، الى جانب انهم منبع للإرهاب. بالنسبة للمحطة الثانية اللي هي بيلاروسيا، بيلاروسيا نذكر ان لما جاء هنا الرئيس لوكاشينكو في يناير الماضي ابدى استعدادا كبيرا جدا للتعاون في كافة المجالات. وبيلاروسيا من الدول المتقدمة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة وفي المجال الزراعي والعلم والتكنولوجي، فبالتالي هناك مجال كبير للتعاون معها في هذه الجوانب كلها. وبالتالي كان من الضروري متابعة الاتفاقات اللي وقعت ومذكرات التفاهم والنظر في كيفية البدء في تنفيذها. أيضا بالنسبة لبيلاروسيا هي أحد مصادر السياحة، وممكن الدول المجاورة التي تلاقي صعوبات حاليا زي روسيا ممكن يجوا عن طريق بيلاروسيا المواطنين. بالنسبة للمحطة الثالثة رومانيا، رومانيا لنا علاقات قديمة جدا معها ودائما هناك تعاون وتنسيق سياسي. والمناسبة أن رومانيا كانت من أوائل الدول اللي ساهمت في بدء عملية السلام بين مصر وإسرائيل، لأن هي كان من الدول لها توازن في العلاقات بين في الصراع العربي الإسرائيلي بين إسرائيل والعرب. هناك مجال للتعاون في الصناعات الزراعية زي صناعة الأسمدة، الجرارات الزراعية. بالنسبة لبعض المجالات الأخرى في مجال التكنولوجيا والطاقة النظيفة والطاقة العادية. نعم، إذن مكاسب بالجملة ينتظر تحققها سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، نشكرك شكرا جزيلا.